السلام عليكم. اليوم نقدم لكم رغيفات اولا مسمنات معمرين بلي زيبيناغ والكفته ديال ميرلون. هاد الرغيفات هادو غنحتاجو فيهم نص كيلو ديال الطحين، نص كيلو ديال الكفته ديال ميرلون. والكفته ديال ميرلون سبقنا وشفنا كيفية التحضير ديالها، غنزل لكم ان شاء الله الرابط ديالها. الربيع، قزبره ومعدنوس، البصله مشلضه، هنا عندي بصله ونص، فرماج محكوك. وغنحتاجو نص كيلو ديال لي زيبيناغ مغسولين ومسقطرين مزيان ومقطعين. غنحتاجو السيترون أو العصير ديال الحامض، تحميرة، خرقوم، ليبزار بيض، الملح والزيت. كذلك غنحتاجو سكينجبير خضر ودريس واحد ديال التومة ونص معلقة صغيرة بالنسبة للعجين، وكذلك الماء. بسم الله. أول حاجة غادي نحضرو العجينة ديال هاد الرغيفات أو المسمنات. غنوضعو الطحين، طحين ابيض نص كيلو، نديرو شي حفيره الوسط هكا، غنديرو نص معلقه ديال الخميره الفوريه اولا الخميره العاديه اللي موجود، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت تقريبا معلقه كبيره، صافي. ونبداو نجمعو العجينه ديالنا. العجينه ديالنا ما نحاولوش ندلكوها بزاف، نخليوها شي شويه قاصحه، صافي. دابا غنحاولوا ناخذوا واحد الطاوه ندهنوها بالزيت نقرصوها شي شويه هكا، نصنعوا كويرات صغار. صافي، ونحطوهم يرتاحوا. صافي، دابا بعد ما كملناهم غادي ندهنوهم كاملين بشويه ديال الزيت باش ما ينشفوش لينا، وغنزيدو ان شاء الله هكا نغطيوهم بشي بلاستيك غذائي. صافي، ونخليهم يرتاحوا مده ديال 10 دقائق وعاد نرجع لهم. نحضروا الحشوه ديالنا في طنجره صغيره اولا في مقلاه، نضعوا شويه ديال الزيت، غنضعو البصلة مشلضة، غنضيف الملحة، شوية ديال ليبزار بيض. بالنسبة ليبزار بيض يعني حتى لي بغا يدير ليبزار أسود ممكن. صافي، نخليوها تشحر شوية، شوية ديال التومة، كوب سكينجبير خضر، كنعرفو سكينجبير خضر تعطي واحد المذاق هائل بالنسبة لهاد الحشوات ديال السمك، ومفيد وصحي. غنخليو هاد البصلة هادي تنزل الزبال يعني تماما، وعاد نضيفو دابا غنضيفو الكفتة ديال ميرلون، بالنسبة للكفتة ديال ميرلون فكلشي يعني عارف طريقة التحضير ديالها، فبمجرد ما كنجيبو الميرلون من السوق فكننقيو وكنزولو الراس بطبيعة الحال وكنسود وكنسرحوها أو كنبسطوها ديك الميغلون يعني الميغلون كبير، وكناخدو الراس بمعلقة كبيرة وكنبداو كنكرطو بالراس بمعلقة حتى كنزولو ديك الهضرة تماما. وبالنسبة لي بغا يخفيها يعني في الكونجيلاتور فيمكنو يخفيها يعني واجدة، وقت ما بغا يصاوب شي شهيوة كيلقاها واجدة.
صافي. دابا غادي نضيفو العطريه ديالنا، شويه ديال الخرقوم، خرقوم طحون، حميره، الربيع، هنا عندنا القزبر والمعدنوس، صافي. ونزيدو شي شويه ديال العصير الحامض اولا الخل ديال الحامض، كنعرفو الحوت كيحتاج العصير بزاف. تشحر لينا شويه الكفته، كنضيفو لي زيبينار، الحشوه ديالنا بعد ما تشحرت مزيان فكنخليوها حتى تنشف نهائيا من الماء، صافي. كنخليوها تبرد قبل ما نغطيو عليها وندوزو نديرو العجينه ديالنا. ديال الزيت كندهنو طاوله العمل بالزيت، كناخذ كويره غنبسطوها بهذا الشكل، الحشوة ديالنا هيا بردات تقريبا، غادي ناخدو مقدار معلقة، هيا نحاول نوضعوها في الوسط، نضيفو شي شويه ديال الفرماج من الفوق. انا عندي هنا فرماج حمر محكوك، اللي موجود عندكم في الدار هو اللي راكم تستعملوه، صافي. وكنطوي العجينه بهذا الشكل، صافي. وكنبداو نلويوها، كنحاولو نجبدوها شي شوية، صافي. وكنجيو حتى للطرف وكنبداو نجمعو، صافي. كنجيو حتى للاخر وكنخشيو الطرف لتحت من التحت، صافي. وكنوضعوها في الطاوة اللي غادخل الفرن في هاد الطريقة هادي. انا ضروري يعني خصني نطوي العجينه، نطلقها ونطويها بهذا الشكل هذا مربع، نخليوها ترتاح، صافي. وضروري خصنا مره نديرو الزيت، بهذه الطريقه هكا، صافي. ونخليوها على جنب ترتاح. انا ديجا وجدت وحده عندي مرتاحه العجينه ديالها، يعني هذه حتى هي نطلقوها مزيان فكتجينا رغيفه مورقه ديك الطويات اللي درنا بعد ما طلقناها. غادي نديرو في وسط منها الحشوه ديالنا،
ونضعو فوق منها شويه ديال الفرماج محكوك. صافي وكنطويوها حتى هي هكا. ونعم غنديرو الزيت صافي، نخليوها شويه هكا على جنب غير ترتاح غير واحد شويه يعني واحد دقيقه، وعاد نبسطوها بدون ما نوجدو الاخرين. خدينا كويره صغيره طلقناها شي شويه، غناخذو واحد الزليفه صغيره غنوضعو فوق منها العجينه ديالنا بهذا الشكل صافي. وناخذو الحشوه ديالنا ونوضعوها في الوسط هكا ونضعو فوق منها شويه ديال الفرماج محكوك صافي، ونجمعو العجينه بهذه الطريقه يعني باش تاخذ لينا داك الشكل دائري يعني مقاد صافي. وكنقلبوها على اليد هكا صافي، وكنوضعوها في الطاوله اللي غتدخل الفرن. وبالنسبه للمربعين ها هما ديجا شويه ارتاحوا، حتى هما غنزيدو غير نبسطوهم شي شويه باليد طبيعه الحال